بعد نظر وتأمل اخترت أن نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. تأملوا هذا المشهد المرعب، حتى وضع يده على قفاي، فما الذي تتوقعون؟ أن يسبه، أن يشتمه، أن يضربه، أن يعنفه، أن يعاتبه بين زملائه؟ قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه. رعاية الأطفال في السيرة النبوية لفضيلة الأستاذ إبراهيم أيت باخا. إنتاج المسلم الأمازيغي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أيها الأحبة الأكارم، نلتقي من جديد على مائدة السيرة النبوية لنتعرف على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. بداية هذه العلاقة وعنوان هذه العلاقة الحب الشديد أو المحبة المتبادلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد المحبة للأطفال، كان يقربهم، كان إذا رآهم استقبلهم واحتضنهم ومسح على رؤوسهم وقبلهم، وكانوا إذا رأوه تسابقوا إليه وتسارعوا إليه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخفي محبته لهم، كان يعلنها لهم، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا مقبلين من عرس، فقام صلى الله عليه وسلم ممتنا وقال: اللهم إنكم من أحب الناس إلي، اللهم إنكم من أحب الناس إلي، يخاطبهم بذلك. وكانوا يبادلونه بنفس الشعور، كانوا يحبونه حبا شديدا، لذلك يتسابقون إليه. الأطفال في هذا السن لا يعلمون كثيرا معنى النبوة، ولا يدركون أن هذا الرجل هو أفضل خلق الله وأن الله تعالى اصطفاه، لكن الذي يعلمونه أن هذا الرجل كان يحبهم، ولأنهم لمسوا منه العطف والحنان والرفق واللين، لذلك كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أنه في يوم من الأيام كان على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة، فإذا بالحسن والحسين يمشيان ويعصران وعليهما قميصان أحمران، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ونزل من المنبر، وحمل هذا من شق وحمل هذا من شق، ثم صعد المنبر وأتم الخطبة، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال للناس معتذرا: إني نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر أن قطعت كلامي وحملتهما. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة ويتوقف عن مخاطبة الناس وهي عبادة من العبادات، وينزل من على المنبر ويحمل الحسن والحسين ثم يعتذر للناس: إني لم أصبر، إني لم أتمالك نفسي حتى نزلت؟ إنه الحب الشديد للأطفال صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بالأطفال، سواء كانوا من الأولاد أو الأحفاد أو حتى من غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين أحفاده وأحفاد غيره، لم يكن يفرق بين أولاده وبين أولاد غيره، بل كان يبادل الجميع بالمحبة والرفق والعطف والحنان. ولذلك فإذا أردت أن تعلم مدى حبك للأطفال فانظر هل يحبك الأطفال. نلتقي في حلقة قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي.